الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما وعدتكم إخواني، فيديو اليوم هو فيديو تركيب الجورجا الحافة بلافو. هنا كما قلت لكم خطرة فاتت كيفاه ركبوها. هنا يرانا في السطر الآخر، هذا السطر الآخر نهزه قبل الكورديكس بالخير كما ترون، كما هو موضح في الفيديو، بالخير فقط بالاستعانة مع صديق. لان هنايا الخيط الاخر، علاه هنا نخلوه هو الاخر ونطرسوه هو الاخر؟ هذوك الثلاثه نطرسوهم هما الاولين وهذا هو الاخر، باه يجمع ما بين الجورجه الاخرى والجورجه اللي مقابلتها. شديتها اليوم لازم بعد ما نكملو باه نديرو هذا العفسه. بعد ما علمنا الخيط دوكي نوريكم كيفاش تخدموا الجورجا، كيفاش تخلطوا الجبس، كيفاش تركبوا الجورجا بالديطاب. نجيبوا شويه هنا ربع قرعه كار حصريه الهام تيكار ابداع طرق صب السيليكون رابر وقوالب الفايبر جلاس والبوليستيرين لعمل الواح الجبس للاسقف والجدران ثلاثيه الابعاد، وكذلك اعمال الايبوكس الفنيه والرق. نأتي بالجورجا نعمل جروح خفيفة هذا لكي يلصق الجبس، نشلطوها بشوية، نعمل فيها فراغات باش تلصق في الحيط. نأتي بالجبس، لازم كما غادي نديرو في الجبس، لازم الجبس كي نديرو فوق الماء بعدون نفرغوا هكذا بشويه، نفرغوا زوج خطرات. لازم يعود اشار شويه، لازم يعود اشار ما يعودش قليل، باش ما يكون كاين فراغ في الحيط والله يتميله وما تتكسرناش الحبه. مباشره بعد ملء الحبه مباشره نلصقها في الجدار ونثبتها قليلا، شدوها شويه هكذا لمدة نص دقيقة والله مامبا. يوجد فراغ، يمكن تعديل الفراغ ذلك بالجبس، شيء بسيط عادي. دوك نوريكم كيفاش نعدلو. قلنا شوية جبس هكذا ما خلوهاش تروح هكذاك، نخدمو بها الفراغ. هذا الفراغ اللي قلتلكم عليه نعمروه بالجبس ونتحفوه بالكراطوار، عملية بسيطة. ما بعد ما نديرو الجبس هنا نخلوه يبس شوية، بعدو نتحفوه بالكراطوار باه ما يقعدلناش هذيك الزيادة، نحو هذيك الزيادة قاع نحو. بعد ما نحينا الزيادة هنا يا خاوتي نشكركم على المشاهدة اللي وصل معنا لهذه النقطة. يكتب لنا تعليق باش نحسب لي كاين متابعين راهم يتابعوا فيا، والمرة الجاية ان شاء الله نطرقوا لشيء جديد واللي هو كيفاش نركبوا الحبة الاخرى اللي تقعد لنا من البلافو. وشكرا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.